سلام، مرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. رجعنا برامون إلى الهجوم بين المشاهير والفنانين التوانسة، وكان الشاب بشير ضيف لطفي العبدلي في برنامج عبدلي شو تايم، وسألوه على الارتيست وهذيك قدور، وقال له شنو رأيك في الكلام اللي حكيه، واللي قال انه حسب تصريحات الشاب بشير يقول انه صوت المرأة عورة، أكيد هو اللي عنده عورة في راسه. هوني انفعل شاب بشير برشا وقال له اللي يحكي علي أنا عندي عورة في راسي هو كله يتسمى عورة. قال جاي يمثل قدام الناس، اللي هو إنسان متدين واللي هو تابع الدين، وقال إن نعرفه بالباهي اللي هو يشم في الغبرة واللي هو يعمل في الموبقات السبعة واللي هو مخبيهم قدام الناس، وأحنا نعرفه أسرار بعضنا. قال على الأقل أنا ما عنديش ألف وجه كي نعمل حاجة هكا قدام الناس الكل، وما نجيش نمثل على هذيك. نحلل ونحرم بالباتر ونقول شد بلاستيك وريث، أنا نعرفك بالبيه اللي أنت أكبر نفاق، واللي أنت عندك ألف وجه، واللي أنت تشم ومتع غبرة، وهذا كله نعرفه وما حبيتش نبضحك، لكن أنت جبتها لروحك. ونقول لهم ربي يهديكم على بعضكم، وما تنسيوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. توا نقولكم باي باي.